يتواصل مسلسل الهزل والانحدار في كرة القدم المصرية. نتواصل سويا ومع هذا المسلسل الهابط الذي لا يرقى حتى إلى أن يكون كوميدي. فما فيش في الدنيا ولا في العالم كله زي اللي احنا بنشوفه من هرج ومرج في كرة القدم المصرية. وما زلت عند كلامي وبح صوتي وسأظل أوجه ندائي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد من عقد مؤتمر لإنقاذ كرة القدم المصرية وتفعيل قانون الرياضة ووضع لوائح منزمة لعودة الروح الرياضية والأخلاق للملاعب. ما يحدث هو مسرحية هابطة أبطالها للأسف الشديد مجموعة من الكومبارس ليس لهم أي أدوار بطولة لأنهم لا يعرفون معنى البطولة. أياديهم مرتعشة يخافون، مصر عندهم آخر حاجة، المزاج والعلاقات والتوازنات هي أساس إدارة كرة القدم المصرية. مشى هنا بريدة وجابونا لجنة إنقاذ قالونا إن هي اللي هتنقذ كرة القدم المصرية، وفي الآخر لقيت نفسي قدام مثل أمي ما أزرق من ست إلا سيدي. حاجة في منتهى الهجس ومنتهى الاستعباط ومنتهى التناول الضعيف ومنتهى المهانة. يعني لكم أن تعرفوا في لاعب اسمه باكيتا في الدوري السعودي أشار إشارة بإصبعه لجمهور الفريق المنافس، صدر قرار ترحيله قبل أن يطلق الحكم سافرة المباراة. الذين يبحثون عن الأخلاق يعرفون طريقها جيدا، والذين يبحثون عن القيم يعرفون أين هي جيدا، والذين يبحثون عن التهريج وقلة الأدب والسفالة يعرفون طريقهم جيدا. ولكن أن يعلو صوت السفالة على صوت الأخلاق وأن يعلو صوت قلة الأدب على الاحترام فهذا شيء لا يقبل بالمرة. لابد من أن يكون هناك وقفة. أصبحنا بلا وزير رياضة، وأصبحنا بلا قانون رياضة، وأصبحنا بلا قوانين ملزمة، وأصبحنا بلا أي لوائح ممكن تخلينا نقف أمام الاحترام وأمام الروح الرياضية والأخلاق. لأن بالأمس صدرت قرارات أعلننا من خلالها اقتبار كرة القدم المصرية وتكفينها ودخولها القبر في مشهد هزلي ومشهد منحط ومشهد لا يرقى أبدا إلى الحالة وإلى الحدث. درسنا زمان في علم البلاغة أن لكل مقام مقال، ولا يجوز أن تستدعي مقاما بعيدا عن مقاله. ونحن أمام كارثة فيها إشارات جنسية، وفيها خروج عن الأخلاق، وفيها خروج عن النص، وفيها خروج عن المألوف، وفيها خروج عن الروح الرياضية، وفيها خروج عن الاحترام. والقرارات تقتل المظلوم وتنصر الظالم. أتفهم أن هناك حيثيات، وانفردت معكم بهذه الحيثيات منذ ساعات، واتكلمت مع رئيس لجنة الانضباط معالي المستشار الجليل سيد بيل بنداري، اللي أنا بأكد لا أتناول أشخاص، وقيمة وقامات أعضاء لجنة الانضباط ورئيسها فوق الرأس. أنا أتحدث عن قرارات وأنتقد موقف. للأسف الشديد هذا الموقف ضعيف وهزيل. المستشار سيد بنداري تحدث معي وأقنعني ببعض الأشياء، والحق يقول أنني يعني أمام إشكالية كبيرة جدا. قاضي أخذ باللوائح ولكن هناك إشكالية كبيرة. فلك أن تعلم يا سيدي هذا الانفراد لك. لماذا لم يعاقب الأخ المحترم طارق حامد؟ في الجلسة حدث الآتي، قيل أن طارق حامد سب وأن هناك علامات شفايف. الأخ حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات والمنسق العام للمباراة أقر بأن طارق حامد سب رئيس لجنة الانضباط، قال له اكتب لي ذلك حتى أوقع عليه عقوبة. فإذا بالسيد حزام الزناتي يخبره أنا ما أقدرش أكتبه ماليك دعوة واعتبرني ما شفتش حاجة. لك أن تعرف يا سيدي
أن مرتضى منصور النهاردة صباحا ذهب إلى السيد المحترم وزير العدل معالي المستشار وزير العدل وكتب إلياذة ومذكرة بهدل وشخرم فيها رئيس لجنة الانضباط وطالب بإقالته. واتصل الوزير عمر مروان وزير العدل بالمستشار سيد بن داري رئيس لجنة الانضباط وقال له مرتضى منصور عندي وبيقول انه هيحرك شكوى قضائية ضدك. فرد رئيس لجنة الانضباط على الوزير قال له ما فيش حد هيحاسبني وانا في القبر وما فيش حد هيقف بدالي امام ربنا، انا ارضيت ضميري. ليس وراء مرتضى منصور الا شيء واحد، لماذا عوقب مرتضى منصور؟ لانه طول الوقت مرتضى منصور مش عايز هيبته تتكسر، لانه اصبح راجل ليس له هيبة، والكل اعرف عرف انه هو مستخبي ورا الحصانة وعايز باي شكل من الاشكال يثبت انه الرجل القوي، وهو اضعف مما تتخيل. مرتضى منصور بيبوس الجزم في الاماكن المغلقة، بيلحس الجزم في الاماكن المغلقة بتاعت المسؤولين، ثم بعد ذلك يطلع علينا عامل فيها انه بطل وعامل فيها انه قوي، وهو اضعف مما تتخيل. المستشار سيد بن داري رئيس لجنة الانضباط اليوم قال لوزير العدل ليحرق قضايا كيفما يشاء، قال له باكر اللي هو باكر اللي هو موافق 24 موافق الاثنين 24/22/2020 سيحرك دعوة قضائية ضدك وسيسعى لعزلك وبيحاول انه يلغي انتدابك، قال له ليفعل ما يريد. مرتضى اقام الدنيا ولم يقعدها لمجرد انه عقبوه بثلاث ماتشات و250,000 جنيه، وكان يجب انه يشطب ليس من سجلات كرة القدم وإنما من الحياة الكروية كلها، لأن أساس كل خراب هو مرتضى منصور، وأساس كل تدمير هو مرتضى منصور، وأساس الأزمة اللي فيها كرة القدم المصرية هي مرتضى منصور. تركنا الأساس فكل ما حوله أصبح خراب في خراب في خراب. زي ما تجاهلنا عقوبة المتسبب وشرارة الأزمة، الواد عبد الله جمعة اللي راح أشار بعلامة الذبح الجماهير الأهلي واداناله أخف عقوبة، والأساس كان تجاهل عبد الله جمعة واعتباره هو أساس الأزمة، فكانت كل العقوبات من وجهة نظرنا عقوبات هايفة وملهاش أي لازمة، ولكن يراها رئيس لجنة الانضباط أنها منصفة وعادلة، لأن الراجل قال أنا ما خدتش بأي صورة، وهذا انفراد آخر لكم. أكد لي المستشار سيد بن داري أنه لم يأخذ بأي صورة أو فيديو أو أي شيء تم إذاعته لا على اليوتيوب ولا على السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام، وقال ما أقدرش أخذ بهذه المواد الفيلمية لأني ربما يكون فيها شيء مفبرك أو متركب، وله الحق في ذلك، ولكن لي الحق أن أرد عليها. ما كنتش طلعت عقوبات، وكنت لميت كل الفيديوهات يا معالي المستشار وأحلتها إلى لجنة فنية تقنية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو من المجلس الأعلى للإعلام أو من الهيئة الوطنية للإعلام المشرفة على مبنى مسبيرو، تكتب تقريرها وتتأكد ويطمئن قلبك إن هذه الصور سليمة لتأخذ قراراتك بما يرضي ضميرك، وأنا لا أشكك فيك بالمرة، فأنت رجل جليل ومستشار محترم، ولكن أنا لكم ناصح أمين، تسرعتم في القرارات فأهدرتم مزيدا من الروح الرياضية في الشارع ورميتم الأخلاق. أنتم من وجهة نظركم خدتوا عقوبات عادلة، والراجل بيتكلم بيقول أنا ما فيش حد هينزل معايا القبر وما فيش حد هيقف بدالي أمام ربنا، وأنا لا أشكك في ذمته أبدا، ولكن أختلف كليا وجزئيا في هذه العقوبات. طلعتها لي يا فندم لما أنت بتقول أنا شفت كوارث ولكن ما أقدرش أخذ بيها. وخليني أنفرد معاكم بصورة مهمة جدا، صورة السدي اللي جه من مجلس أبو ظبي الوطني وفي الأحداث التي لم تذاع على الهواء مباشرة، أنا أنفرد معكم بها، وهذا السدي هو الذي بمقتضاه اتخذت القرارات. بص حضرتك معايا كده، بص حضرتك معايا أوريك حاجة مهمة جدا.
اوريك بس كان انا مسيف الحاجات. بص حضرتك ده السي دي اهو، بص مكتوب عليه ابو ظبي، ومكتوب عليه هيئه الاعلام ميديا، ومكتوب عليه كأس السوبر المصري الأهلي والزمالك 2022-2020، جميع حقوق الطبع محفوظة لدى الشركة اللي هي أرست ومش عارف إيه الكلام ده، أنتوا عارف إن أنا جاهل في الإنجليزي. 2019 أدي السي دي أهو قدامكم أهو، بنفرد بيه لأول مرة أهو. ده السي دي اللي كان أمام لجنة الانضباط، وده السي دي اللي اتفرجوا عليها، وده السي دي اللي اعتكفوا عليه 8 ساعات ولم يؤخذوا الا بما جاء في هذا السي دي اهو قدامك اهو اهو. هذا السي دي هو الذي تم الاعتماد عليه في العقوبات. طيب اللي احنا زعناه كله زي ما انتم ضميركم مستريح، احنا ضميرنا مستريح للي احنا قلناه، ضميرنا مستريح للي احنا قلناه.